سلام إخوان، أتمنى كل شيء يكون بخير. مرحبا بكم في حلقة جديدة في الجزء الثاني من اختبار الشفوي تخصص التربية الوطنية، اختبار خاص بالتعليم. كما قلنا يا إخوان في الحلقة السابقة، سالينا لابارتي ديال المقابلة الشفوية مع لي جوري. دابا في هذه الحلقة غندويو على الجزء العملي اللي تم فيه مجموعة من الرياضات الجماعية الاتليتيزم الجيمناستيك. نتمنى نستافدو بالفيديو. بداو على بركة الله، ندوزو لبخوف براتيك. دابا بخوف براتيك كما تنشوفو التوصيف، كاين ألعاب قوة، ألعاب جماعية، جومبات. ألعاب قوة 100 متر دو كور، 80 الإناد، الجري السريع، الجري الطويل 1500 دو كور، 800 الإناد، قفز العلوي. هنا وقع القفز العلوي ولا القفز الطولي اخوان، رامي الجولة 5 كيلو دو كور، 3 كيلو إناث. بالنسبه للالعاب الجماعيه، تختار الرياضه من الاختيار ديالك، سواء كره اليد، كره السله، كره قدم، كره طائره، ريغبي ما كاينش. جون باز تختار واحد السلسله حركيه اللي ندوي عليها من بعد. اذا اخوان، خاتيك مهم ومهم جدا كما شفنا هنا في التوصيف. الحساب كشي علاش قلت لك في الاول، تجيب هذيك الامور ديال التمار بنان، لا ما كتش خدم بقوه ولا العقل ديالك ما غيخدمش اخوان. زيادة على داكشي مهم جدا تعرف قوانين. مثلا غاد تختاريتي على الأقل فاش غدوز كرة السلة، كرة اليد. أنا اللي تنصحكم في الألعاب الجامعية تختار كرة اليد. علاش كرة اليد؟ مفيهاش بزاف القوانين. الحاجة اللي خاصك تحدي منها هي ما تمشيش بالكرة أكثر من 3 خطوات، وما تدخلش لازون سهلة، خلافا لكرة السلة اللي فيها مارشي طريقة باش تيري هادي. فهم إخوان، وفاش تنتيري في كرة اليد تنحاول نتهز ونتحل اليدين، نرجعو ماكسيموم، تنضرب بالورك ديالي، متنضربش غير بيدي، تنبان بحال هما اخوان، تنضرب بالباسان ديالي. داكشي علاش انا اختاريت كرة اليد، وسهلة تحاول باس 3 خطوات، اغلبية ما تديرش غلط، تدوز الامور قادة. احنا نتهنينا من الالعاب الجماعية. العاب القوة، العاب قوة يجتازوها المنتزه الشح كما تنقولو، الجري السريع 100 متر. خاصك تعرف لي كوموند، تقدروا يسولوك قبل ما تجري، يسولك شنو هما لي كوموند افون ما بريباكتي كل وحده اش تجري. خاصك تقول لي هذوك مثلا بوزيسيون اخواتيك سور 5 با بري سور 4 با بارتي ديبار، ديك سميتو تستعمل تستعملو هذاك، تقول لك هذا سميتو اللي تضربو به، تقول لي كلاكواغ اللي تستعمل الصفاره. بزاف الامور تدير ديبار، تشوف تكنيك كما قلت لكم، تشوف فيديو قبل. بالنسبه للتكنيك ديال الجري السريع اخوان، تحاول تجيب واحد السبرديله اللي هي تمكنك من الجري بسرعه امور زياده على البيرفورمانس اخوان. تركز بزاف الطريقه باش تجري، وما تشوفوش بيرفورمانس وي تتعاون، ولكن زياده على داكشي تشوفوا الطريقه لو كومون لو بوفوار موتور كي ايفاليابل. فوالا اخوان، هادي اللي مشيت قلتها عليهم، قلتها عليهم هادي نسيت ما قلتهاش لكم. فالحس فاش يقول لك دير الحصه، تقول ليه مثلا قال لك دير لي دير لي فالياسيون ولا شي حاجه، ولا تتقول ليه تحاول تدخلها، تقول ليه تشوف البوفوار موتور ديال التلميذ، لو كومون لو كومون كيفاش تدير. اللي قلت لهم هادي اخوان، هاي يقول لك سكوت صبرك، اقسم بالله تيقول لك سكوت. ولي تنركز على لو بوفوار موتور ديال التلميذ، لو كومون عاد لا بيرفورمانس. تنركز على البوفوار موتور، نشوف التلاميذ فين ناقصين، لو كومون نشوف لو كومون لو بوفوار موتور. ثاني اخوان، العاب قوه قلنا الجري السريع، تكنيك ديبار، تنجريش محني ما تنجريش عواج، بوستور ديالي مقاده، تان سانكرونيزاسيون بين اليدين والرجلين، الامور كامله فينيش، ما تنقصش السرعه ديالي في الاخر فينيش، ندخل نحاول ندخل براسي في لافان عندك طيح واحد سبق راسو يطيح. كذلك بالنسبه للاناث، هادشي اللي تقول بالنسبه للذكور الاناث. جري نصف طويل 1500 اخوان، هاد راه خاص تكون متريني، هادي باينه ما تبداش مجهد. بالنسبه للناس اللي ما تجريوش مزيان، ما تبداش مجهد وتسالي هي، هادي اول حاجه. في الاول تبدا غادي مجهد وما تكملش 1500، اول هدف ديالك هو تكمل 1500. بالنسبه للدريات كملوا 800 متر. ثاني حاجة بالنسبة للدريات، حاولي تركزوا أغلبية ما تكملوش 800 متر، إذا أنت اللي كملتي 800 متر تكوني متميزة عليهم، وهاد
ألعاب القوة مهمة ومهمة جدا. أنا أقول لكم علاش وراها ديال تنحاول نكملها، ما تنبداش مجهد، تنبدا بشوية غادي وتنزيد، تنشد ريتم واحد حيت تلقاو يشدوا لك الدورة شحال تدير فيها. الدورة الأولى درتي فيها 50 ثانية، والثانية داير فيها دقيقة وعشرة، ما خاصكش تبعد بزاف، 50 56 فهم يا إخوان. والفينيس خاص تكون مجهد، ماشي شي بشوية، خاص تكون داكشي بروفيسيونيل، يعرفوك استاذ، عارف الرياضي كيفاش تبدا، كيفاش انت ما عارف واش علمت تلميذ تقول. هما الاخوان ندوزو على القفز الطولي، القفز الطولي ولا القفز العلوي ولا اي حاجه، ما يديرش القفز العلوي، القفز الطولي، القفز العلوي صعيب. ده اخوان القفز الطولي اول حاجه اللي ميزتني انا على التلاميذ في التجربه ديالي هي لي طالوناج، اللي ميزتني على الاساس الاخر لي طالوناج. شنو لي طالوناج؟ تنعبر قبل ما تنجري باش نجيب الخطوه مع الخط اللي ما خاصنيش نفوت، نجيب با اقرب بلاصه للخط. ده اخوان اول خطأ ما نديرش، يعطيك جوج ولا ثلاثه محاولات، كاين اللي تيديرها وحده على حساب التوم من طحتي فهم، ويش كاين اللي تعطيك التجربه وعاده تدير ديال اسي، كاين تعطيك ليسي وعاده تدير اكس ميتو. في ليسي خاصك تبين لهم انك تاش عبار هادي امور طريقه باش تطيح، ما تطيحش اللور، تطيح لقدام اطول مده ممكنه، ما تنحطش نحط الباصان ديالي اقرب مما يمكن رجلي باش تنطيح، تنحاولش نبعد يدي اللور مفهوم يا اخوان. نحاول نترين شويه الاخوان وما نكونش متقل، ما ناكلش عاوتاني بزاف. هادي بالنسبه للقفز الطولي، رامي الجله اخوان 5 كيلو الدوكور 3 كيلو الايمن، هذا اخوان فيها هضره بزاف. علاش كاين رامي الجله؟ حيت هاد العام مع كورونا كاين تلامس قدروا يحيدوا، لا بالنسبه للدوكور لا بالنسبه للايمن، ولكن ندوي عليها حيت فيها تقيس الجله. هنا خاص تحافظ العام كاين بروتوكول صحي خاص تحتاج. هاد الحاجه مهمه الاخوان نسيتها، باش تدخل عند لجنه التحكيم في الاول ما تتسلمش عليهم، عندك تسلم عليهم بالنسبه للتسال، نقول السلام عليكم كافيه، مازالكم كانت التلامس تدخل تسلم عادي الثقه بالناس. بحال انا دخلت هذيك العام سلمت عليهم عادي بيدي، السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، ما فيهاش حتى استاذ، ما داخلش كواحد غتخدم مع شي واحد، داك راه تما باش اي ما كنتش كيدير. لا اخوان ما نسلمش عليهم. كملوا اخوان بالنسبه لرامي جول، رامي جول اخوان تنشوف لي تكنيك، ماشي رمي بحال لو حجر، كان كون بروفيسيونيل تنرمي الجول بالتكنيك، كاين ديفيرون تكنيك كل واحد يشوف اش تلاق به، وتنحاول دوك الاغلاط اللي تيتسبو في ليميناسيون سواء تن لوح مخرجه من ليغ دو لونسي، سواء تنخرج من زون دو لونس، سواء تنحيد سميتها لونجين من هنا من هونغي، ما تتفقد لو كونتاكت حتى تتلاح حتى تنبغي اللوح. اخوان تستعمل رجلي لو باسان كما شرحت، راه شرحت اخوان لي لونسي اللي ما فهمش، راه كاين فيديو مشروح جميع لي لونسي بلي تكنيك ديالهم، اناليز تريتمون ديداكتيك راه تلقاهم في لاشين. تلوح تكنيك تنحاول اللوح في لونجل لونسي تيشوفوه، يشوفوا التكنيك، تنجيب لا فورس من رجلي كما قلت يا اخوان، ما تنضربش غير بيدي حتى نتوعد، ضرب رجلي شويه لو باسان شويه لا سانتور بلفيا ولا سكابولير، كلشي تيخدم. هادشي اللي كاين اخوان بالنسبه للونسي. ندوزو العاب جماعيه، راه قلت لكم اخوان كره اليد، بالنسبه كره السله راه خاصك تعرف قوانين كره القدم كره ري. جون باس اخوان غندوي عليه، جون باس هنا كما تنشوفوا خاصك تختار واحد السلسله، دو زاليمون من ديفيكولتي ا، تخوا زاليمون نيفو ديفيكولتي بي، دو زاليمون دو نيفو ديفيكولتي سي. هذا الاخوان طابلو تيكون فيه بزاف ديال الحركات، تختار حتى الحركه الاخوان اللي خاصك تبريبارا في الدار، تشوف اسهل الحركات اللي تتعرف تدير، ما ديرش حركه صعيبه وما ديرهاش، نفضل دير واحده سهله وديرها من غاد، هادشي تركزوا حيت في النوطاسيون ديال الجيمناستيك كاينه هذيك سميتها، اذا درتي غلط راه تنقص لك، اما اذا درتي حركه ناقصه في الديفيكولتي ومقاده احسن، احسن ما دير واحده صعيب. ثاني يا اخوان كاين دو زاليمون تيقول لك دير اونشينمون، ما تيفرضوش عليكم ما قاعدش، يقول لك دير اونشينمون ديك الساعه شي نقص. اخوان اللي كنتي تعرف دير واحد سالطو ولا شي حاجه لي فلاب مزيان،
فهمتي يا اخوان؟ المهم تستعمل هذوك لي ليان اللي كاينين في جيمناستيك، تستعمل بزاف امور، تنشوف فيديوهات، تنشوف التكنيك، الوقفه، الدخله، التحيه الاخوان مهمه، ما تضيعهاش هذيك، حيت ساهله التحيه. تندخل التحيه ديال الجيمناستيك، تدخل شوف الفيديوهات كي تدار، راه ساهله. لو سالي اون جيمناستيك ديرها في يوتيوب، راه كاين فيديوهات، مجموعه ديال الامور اخوان. اما تعطيك ورقه تعمرها مصوات يقول لك ديرهم ديريكت. هما الاخوان هنا غندويو الاخوان بالنسبه لاختبار كتابي تزاد المشرحين، تدوز تتسالي الشفوي، تدوز التطبيقي العملي. اولا اخوان سلسله الحركات الارضيه جون باز اليوم 25% من النقط كما قلنا اخوان. نشوفوا هنا، هنا تنشوفوا 60% ديال العمل. اذا اخوان 25% من هذيك 60%، 25 ديال جون باز، 25 ديال الالعاب الجماعيه، تبقى 50% ديال الاتليتيزم ولا العاب القوه. اذا اخوان هذاك الشيء علاش انا كنت مزيان في العاب القوه، كنت مزيان في الالعاب الجماعيه 75 تقريبا في 100، والجيمناستيك درت لهم شي حركات احترمت لو سالي. اغلاط اللي كبيره ما ديرهاش. هذا ما كان يا اخوان، نتمنى نكون فدتكم وما نسيتش والو. الفيديو جا طويل، بغيت نعطيكم جميع التفاصيل يا اخوان. اللي ينجح في الكتابة ان شاء الله يمشي مقاد الشفوي والتطبيقي باش ينجح بتوفيق الله الاخوان. كيف ما درت المجهود الاخوان، نتمنى يعجبكم الفيديو، تكون استفدتكم، عطيتكم جميع التفاصيل، جاوبت على جميع التساؤلات ديالكم. هذا ما كان الاخوان بالنسبه للحلقه، حلقات قادمه ان شاء الله غندوي لكم لا كل رياضه كيفاش تصايب فيش ديالها، وغنعطيكم نقدر نزيد لكم حتى فيديوهات كيفاش براتيك، كيفاش تدار مجموعه ديال الامور اخوان. داكشي علاش اخوان تشجعوا على تقديم افضل، ما تخلوش علينا بجيم او كومونتير. كان عندك السؤال ولا شي حاجه بغيتي ندوي عليها ما فاهمهاش، خليها في كومونتير. الا ما كنتيش داخل الجروب راه غنخليه لتحت، لتحت في كومونتير يا اخوان، دخل لي باش تستافد. هذا ما كان يا اخوان، كان معكم الاستاذ مصطفى فروم من قناتكم، قناه مصطفى عباس. الى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله، تشاو.